نمت ولا ايه حالتها؟ ابوس ايدك يا زين. هتعني بقى. مش واردة. ويابا لو على تجارة فود هعلل عليك. وانا مرضي. مرضي يا. وانا لو عايز تجارة فود هشتري بيها حياتك؟ انت كلك كده على بعضك ما تسواش مليه. طب يا سيد انا تحت امرك. اللي تؤمر بيها انا سديت. ولو عايز رقبي تفود نفسه. انت ياض الوساخة اللي انت فيها دي. عرفت ان كلك على بعضك كده ما تسواش مليم. انت ياض هات اللي في عيبك. انا تحت امرك يا سيد. عايز تعرف ايه؟ مين اللي بقى اللي موجود؟ ومين اللي قالهني ورا حريق عرابي؟ انت؟ والمصحف منى ده الخسيس اللي اسمه الطيب. طيب. عايز يخلص مني مش كده؟ اه. ويخلص من فوده بالمره بعد ما تعرف ان هو اللي ورا الليله دي كلها. وساعتها الليله تفضلكوا انتوا الاثنين بتبدي ابن الحرام على اخوك يا حمار. انت ما كنت اديته طلقه وتخلص منه على طول. حاولت وكلمة عليها انا والطيب رجاله اتغربلوا. لكن طلعت لنا انت من تحت الارض يا سيد وخدت الطلقه بداله. يعني انت مش عرابي ها؟ كله بقصه طيب. انت عارفني يا كبير. طول عمري بطني فاضيه يعني. حب الزيطة كده وكبيري كلمتين كده أفك بيهم عن نفسي. بقول لك يا عم سامح خرجني من دماغك وكفاية الأدوية الإكسبيرد اللي احنا نبيعها للناس دي. ايه يا عم مالك فيه ايه؟ ما قلنا لا بتنفع ولا بتضر. ما يبقاش قلبك خفيف بقى. يا عم أنا قلبي خفيف. ما تقعدش تتكلم معايا بقى في المواضيع دي تاني. يا عم قلنا دي أدوية جدول وصلاحيتها شغالة. ايه يا عم يا مخدرات؟ أيوه. دي مخدرات وانا مش هدخلها عندي ولو دخلتها عندي مش هخرجها غير بروشتة ومن دكتور كبير كمان. طب اهدى يا احمد بس عشان ربنا يكرمك. طب ما تجيب سيره ربنا في اللي احنا بنقوله ده. طب بلاش. المصلحه اللي هتطلع لك من ورا الجدول قد الاكسبايرد 5 مرات. ها هتاخد ولا حولها لحد غيرك؟ سلام. انت يا سامي انت شكلك متضايق يا ابو حميد النهارده. فكر وانا يومين وهعدي عليك. سلام. عظمة معلم شندي. خبر عرابي مسمع في الدنيا كلها. بس ان جيت للحق انا كنت خايف لما تلحقش ويعملها معاك زي ما عملها مع فودة. طول عمره كلب وعضته ولا حبر. بس معايا انا ما يقدرش يقرب ويفتح ضب. بس الشهادة لله كله يرجع للفضل بتاعك وجميلك اللي مش هنساه. يا عم انا ما عملتش حاجة بس طول الوقت كنت بقولها لك خليك ورايا وانت هتكسب. وبعدين الشغل اللي انت قلبته من مخازن عرابي قد اللي راح منك وزياده مش كده ولا ايه؟ ما تخافش عينوبك من الحب جانب يليق بمعلم ده. لا ما انا مش خايف حقه هيجي ما انا عارف بس كله باوانه مش دلوقتي. مش دلوقتي ازاي؟ ما خلاص السوق صفصف عليا انا وحنفي الوزان. هنستنى ايه؟ اسمع كلامي واشتري مني في الهادي. انا عايزك تخفي البضاعه اللي عندك كام يوم كانها ادفنها كانها اتدفنت مع اللي اسمه عرابي. كام يوم؟ ده عزه يا عم. العالم كفرانه واديك شايف النور والبنزين. الناس اتخنقت اهم جاي. انا مخسر روحي في الوقت اللي لو نزلت فيه ربع جرام اكيد. طب اديني اماره. امارتين مش اماره. اولهم السوق اتعوج من ساعه ما اصحابك قلب واحد ورا التاني وعطش الله حطيتها. نرمي احنا البضاعه بتاعتنا ونرخصها ولا نعززها ونبيعها بدل ب10 ب100؟ يا معلم بخاريف الوزان كده كده هينزل وهيبيع والسوق هيشبع. اجي انا بقى ساعتها احط حطيتي تتالف وش جبرت يا خفيف. وده عيب. انا بقى عايزه يطمع زيك كده وينزل بكل طول وساعتها هديك الاماره التانيه. دول بيجهزوا البضاعه والرجاله دلوقتي. سيبه ينزل براحته وزي ما وعدتك هتبقى بطولك في السوق وساعتها انا اللي هسمي لك النونه الجديده. هتسميها ايه يا وحش؟ فرشه الضغط العالي 220 فولت. واحنا لا مؤاخذه هنكيفهم ولا هنكهربهم. لو انت السادي هننورهم في الضلمه. أنا لما اديتك فرصة تانية كنت متصورة إن حياتك هتكون أفيد من موتك. لكن من الواضح إن أنا كنت غلطانة. لكن اللي ما تعرفوش إن ممكن أصلح أي غلط في لحظة. أنا وأنت من ساعة ما اديتيني الأمان وأنا حاطط تحت رجلك واللي بتأمري بيه بعمله. اديتني معلومة تافهة في وقت كنت محتاجاها فيه. تصور بقى وانا بطلب منك معلومه مهمه وتقول لي ما اعرفش. ممكن تقول لي بقى انت فايدتك ايه يا ست؟ كل الليله مش هربانة مني انا بس، ده من العالم كله. مفيش حد هرش اي حاجه عن اي حاجه، كله متزاول ومؤذن. وانا لو عندي اي معلومه عن اي حاجه ولا اي حد كان زمان عندك وقتي.
ممكن تقولي بقى أنا بستفيد منك إزاي؟ أنا كل اللي أعرفه إن السوق فيه وفي حد بيحرم في أساسه ومؤسسه، بس هو مين ورحمة أمي ما أعرف. وأنا مش جايباك هنا عشان تحلفلي برحمة أمي 24 ساعة وتعرف مين اللي اتجرأ عليا وبيعمل كده. أوكي؟ ده بجد يا سيد؟ لا يا بنتي مش بجد. بجرب عشان اخش بيه على البنت الجديده. ياه، ده انا كنت بحلم باليوم ده. كنت فاكره ان هو مش جاي. يعني خلاص؟ خلاص بقت ليا؟ انا طول عمري ليك يا بنت. ولا حته الدبله دي اللي تربطنا ببعض. لا، بس انت لما كنت بتبعت كان بيبقى نفسي في حاجه كده من ريحتك. اماره تقولي ان انت راجع. وقلبي اللي انت خدتيه من زمان. ده مش اماره يا بنت. ربنا يخليك ليا يا رب. بس يعني مش كنت تستنى لغايه ما اغسل ايدي كده من الطين ده؟ انا عايزك كده، عايزك معفنه. عاجبك ولا اخد الدبله وامشي؟ لا عاجبني عاجبني، بس يعني انت هتمشيها كتامي كده؟ الله، مش انت اللي قلت مش عايزه لا فرح ولا زيطه ولا زفه، وقلت تعالى خدني من شعري كده على طول يا سعيد؟ هو في راجل يمشي ورا كلام الحريم؟ صح، انا غلطان مشيت ورا كلام الحريم. طب تعالي بقى يا بنت الكلب. ربنا يفرح قلبك يا حبيبي زي ما فرحت قلب البيت. واتفرح قلبك انت كمان امتى بقى ان شاء الله؟ بس بقى يا سعيد. بس ايه يا بنت، ما تجيلي في العدل. ما انا اتكلمت معاكي مليون مره وطمنتك. بلاش بقى بصه الخوف اللي بتقلب المواجع دي. لو على الخوف منك يا اخويا انا مطمنه. طب ده انت قلبك فل واكتر واحد حاسس بي. امال ايه بقى؟ هو في حد تاني ليه كلمه عليك عشان تخافي؟ طالما انا قلت امين خلاص ما حدش له فيه. حتى لو كان ابني. عمر. ايوه عمر يا سعيد. طب افرض ربنا رضي عليا وبعت لي من الحلال، عمر هيوافق؟ لا طبعا. بس من امتى نصر الحاجات دي بتوقف نصيبنا؟ نصيبك هتاخديه تاخديه غصب عن اي حد. ما هي دي الحسره يا اخويا. الدنيا ما تديش الواحد اللي هو عايزه، تدي له حاجه وتاخد قصادها حاجه. ايوه ولاد عمر لسه صغير بس مصحصح بحاله، وعمره ما هيرضى حد يشاركه في امه. هيجي بقى في قدامك ويجعجع ويتوجن في الكلام، بس بعد كده هيرمي ودنه اللي يعرف ياكلها. يعني ايه؟ يعني اللي جاي ده لازم يعمل مجهود، يتشقلب، يعمل قرد عشان يكسبه ياخده في حضنه. طب افرض ما عرفش يعمل حاجه؟ يبقى ما يستاهلش ست الستات. عندك حق. انت كنت الاول بطولي، دلوقتي بقيت انا وهو حاجه واحده. واللي جاي ده لازم يعرف كده، لازم يعرف ان الشيله تقيله، هياخدك انت وهو مع بعض. والشيله التقيله يعني المهر غالي، وما يقدرش على المهر الغالي.